ذنبت هذا المثال اللي كنا نشتغل عليه هلا، راح ناخذ النيوميريتر بيساوي 9، النيوميريتر بيساوي 1 واحد تسعة، رح نبني الآن continuous system. هاي تكون عندي transfer function. نعم ممكن أبني script على طول ولا ما إيش أعمل؟ ممكن أبني script على طول تبني ديسكريت. اوكي ماشي، اوكي مظبوط. تحط ترانسفير، تحط السامبلينج تايم مباشره. مش هلا بدنا نحول هذا لديسكريت. هي عندي ترانسفير فانكشن 9 على اس زائد 9، بدي احوله الان لديسكريت ترانسفير فانكشن. راح احط هون كونتينوس تو ديسكريت، بحط سيس كونتينوس. هلا لازم احط السامبلينج تايم 0.1. هلا في عندي اوبشن، الاوبشن اسمه الميثود. يا بستعمل، إذا ما حطيت شيء بيفترض اوتوماتيكيا إنه في زيرو أوردر هولد، فهو بضيف زيرو أوردر هولد. إذا حطيت الآن، إذا ما حطيت شيء أو حطيت زد أو اتش بين كوتس بحول لي السيستم، بتطلعوا مش هذا نفس السيستم اللي طلعناه قبل شوي؟ أيوه 0.5934 ما في زد 4 وتحت عندي 0.4066، فهذا نسميه مثلا سيس 1 مثلا او سيس ديسكريت. هلا كمان ممكن اعمل سيس ديسكريت 1 يساوي كونتينوس تو ديسكريت سيس كونتينوس 0.1، وهون احط امبلس اي ام بي. اي ام بي ما بحط زيرو اوردر هول، بفترض انه حولناه لسيريز اوف امبلسز، رح يعطيني ترانسفير فانكشن مختلفه. هلا اظن اذا شغلي مضبوط هي نفس الترانسفير فانكشن طلعها بهي 9Z. اوكي هاي 9Z افترض انه ما في زيرو اوردر هولد، عماله بدخل سيريز اوف امبلسز، والسيريز اوف امبلسز عماله بطلع الاوتبوت تبعه ومعطاني طبعا هون السامبلينج تايم. فلو جينا حطينا الان ستيب مثلا، اخذنا ستيب سيس كونتينوس اوكي، خلينا نحط جريد. هاي عند الريسبونس تبع الفيرست اوردر سيستم. هلا اذا عملنا بعرفش اذا بظبط نعمل هولد، خلينا اعمل هولد. بعدين راح اعمل الان ستيب سيس ديسكريت الاول اللي هو مع زيرو اوردر هولد. المفروض اظن يعمل له بالضبط على نفس هاي. هي قديش كانت السامبلينج تايم؟ 0.1. عم بعطيني القيمة الصحيحة في الأوقات هاي اللي موجودة هون. طبعاً بينها ما عم بعطيني القيمة الصحيحة، عم بعمل هولد، لأني حطيت زيرو أوردر هولد، فعم بعطيني الشيء الصحيح، القيمة الصحيحة اللي موجودة هون. هلا خلينا نقارن الثاني، راح أسكر هذا البلوت. راح أعمل الآن ستيب سيس ديسكريت 1 سميناه. هلا طلعوا القيمة قديش. السبب انه هذا اعلى من الثاني، هلا لازم نعمل هولد عليه، بنعمل جريد وهولد. نعمل جريد هولد. بعدين راح اعمل ستيب سيس كونتينوس. راح اعمل ستيب سيس ديسكريت اللي هو مع زيرو اوردر هولد. نقارن الثلاثة. اوكي. هاي الريسبونس الاصلي تبعك اللي هو الصحيح. هون عم بعطيني ريسبونس اعلى بكثير. طبعا هو اذا بدنا نكون دقيقين حتى مش مفروض يكون في هولد هون بينها، بس هو عم بوصله بينها. قديش الفاليو؟ السبب انه هذا اعلى اني ما عم بضربه بالسيجنال الاصليه، ما عم بضربه بالسيجنال، عمالي بضربه بسيريز اوف امبلسز. فالانبوت لهذا السيستم هو سيريز اوف امبلسز، اجا امبلس هون، اجا امبلس هون، ارتفع، اجا امبلس هون. والريسبونس الحقيقي بينهم راح يكون عباره عن ديكي، فهو اذا طلعنا على الريسبونس الحقيقي ما بيكون شكله زي الريسبونس الحقيقي، بس احنا ما فيش عندنا هاي بيكون هيك الريسبونس. لانه الستيب فانكشن اللي دخلناها على السيستم تحولت لسيريز اوف امبلسز مضبوط؟ من السامبلينج.
فصرنا كل 0.1 اوف ا سكند عمالي بدخل عليه واحد، كل 0.1 اوف ا سكند عمالي بدخل عليه. الريسبونس لهاد مش زي الريسبونس فهذا ريسبونس لسيريز اوف امبلسز هدول، هذا ريسبونس لستيب فانكشن محطوط عليها زيرو اوردر. فلما دخلنا سيريز اوف امبلسز اعطاني ريسبونس مختلف، ولذلك التو فانكشنز هدول بيختلفوا.